كلامنا عن رياضة مستمر الأهلي بالروح والانضباط الدفاعي قدر إن هو يعبر هذه المباراة. طبعا كانت مباراة بيراميدز عنيد وفاز بهدفين مقابل هدف أحرزهم طاهر محمد طاهر وحسام حسن، وقدر الأهلي إنه يوصل لقبل النهائي في الكاس لمواجهة بتروجيت لتحديد طرف النهائي الآخر اللي هيلتقي مع الزمالك في 21 يوليو اللي جاي. خلينا نتكلم بشكل أوسع عن المباراة وتحليلها الفني مع الناقد الرياضي محمد مهدي. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين الكرام. يا أهلا بيك. شايف المباراة إزاي وتحديدا رؤية كابتن سامي قمصان لهذه المباراة؟ هل قدر إنه يتغلب على الغيابات اللي كانت موجودة؟ هو كابتن سامي قمصان قدر يتغلب على حاجات كتيرة، مش الغيابات بس، إنه فترة صعبة جدا رحيل موسيماني عن النادي الأهلي، فتره ضغط على النادي الاهلي، بتتكلم في ماتشات في الدوري المصري، ماتشات في كاس مصر الجديد وكاس مصر القديم، فبالتالي انه فتره صعبه جدا على النادي الاهلي. قدر سامو قمصان هو يتجاوز كل المراحل دي، بتتكلم في 5 ماتشات بيقودهم سامو قمصان، اربع انتصارات وتعادل وحيد، لم يتلقى اي هزيمه. الاهم طبعا بالنسبه لجمهور الاهلي ان هو الاستمرار على المنافسه على الدوري الممتاز ومزاحمه نادي الزمالك على القمه. الامر الاخر هو التاهل لنصف نهائي كاس مصر والفوز على بيراميدز، لان حضرتك عارف انه طول الوقت في يعني شد وجذب بين الاهلي وبيراميدز يعني، فبالتالي انه فوز سامي قمصان على بيراميدز، عمل ماتش تكتيكي كويس جدا. ناس كتيره بتنتقد الاداء الدفاعي الزائد عن الحد للنادي الاهلي، ولكن لما تيجي تحسبها في ظروف النادي الاهلي الحاليه، لا هو قدر ان هو يعبر بالنادي الاهلي الى بر الامان، قدر ان هو يوصل لنصف النهائي كاس مصر في فتره صعبه جدا، عنده عدد من الاصابات، قدر ان هو يتجاوز كمان مرحله بيراميدز. بيراميدز عنده مجموعه كويسه جدا في كل الخطوط يعني لما تيجي تتكلم كفنيا، وامبارح كان مستحوذ بشكل كبير جدا، لو شفت حتى الاحصائيات بتتكلم في 70% استحواذ لبيراميدز مقابل 30% للنادي الاهلي، ولكن هي الكره في النهايه هي نتيجه، والنادي الاهلي حقق النتيجه اللي هو كان عايزها من المباراه، اللي هو يتاهل الى نصف النهائي ويلتقي مع بتروجيت. اعتقد ان هي مباراه اسهل من يعني ملاقات بتروجيت اسهل للنادي الاهلي في نصف النهائي، وبالتالي يتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه، وفي انتظار طبعا نادي الزمالك الطرف الاخر، والمباراه النهائيه يوم 21 يوليو يعني. طيب محمد، احنا بعد كل مباراه عندنا ما شاء الله 100 مليون محلل كروي على السوشيال ميديا، فاحنا امبارح تابعنا بعض ردود الافعال، شفنا حقيقة اشاده بالاداء الدفاعي النادي الاهلي، شفنا كمان اشاده تحديدا باداء رامي ياسر هاني وكوكا، لكن شفنا كمان بعض التعليقات على اداء ديانج. رايك ايه بقى في الكلام ده؟ بصي، طول الوقت طبيعي في انتقادات يعني، سواء الاهلي كسب او الاهلي او اي نادي يعني، يعني بتكلم مثلا عن الاهلي وزمالك، فالاهلي كسب او تعثر، فبالتالي لازم يبقى في انتقادات يعني، في ظل انه سامي قمصان مثلا عامل ماتشات كويسه جدا مع النادي الاهلي وفي فتره صعبه، انه راجل صاحي من النوم لقى نفسه مدير فني للنادي الاهلي وعنده ارتباطات، فبالتالي لازم يكمل. في ناس بتشيد بسامي قمصان وفي ناس بتنتقد سامي قمصان، نفس القصه في اللاعبين، ناس بتشيد انه رامي ربيع الناس بتشيد بيه حاليا، من اسبوعين كل جمهور الاهلي كان بيقطع في رامي ربيع، ياسر ابراهيم ايضا قصه، كوكا طبعا لاعب ناشئ وخد فرصه الماتشات اللي فاتت مع زياد طارق، برده خد يعني اداهم فرصه سامي قمصان ان هم يظهروا بشكل كبير جدا، كانوا ظهروا مع النادي الاهلي في كاس الرابطه في ال5 ماتشات بتوع كاس الرابطه، فبالتالي انه القطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي مليء بالمواهب، لو انت يعني استغليت كل شويه انك انت تقدر تزق لاعب او اثنين، او كل سيزون ان الاهلي يقدر يطلع واحد او اثنين او ثلاثه، افاده كبيره للنادي الاهلي وافاده كبيره للكره المصريه، بدل ما انت بتدفع بارقام كبيره جدا لمحترفين اجانب، او انك انت تشتري من 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 انديه محليه، بتتكلم في بيرسي تاو من ساعه ما جه النادي الاهلي بتتكلم في 3-4 مرات اصابات طويله جدا، فبالتالي حتى استمراره مع النادي الاهلي ما بقيش ليه اي قيمه في الوقت الحالي، وفي ظل انك انت عندك بدايل شباب طالعين من النادي الاهلي يقدروا يعملوا المستوى اللي بيعمله بيرسي تاو اعلى من ده، فبالتالي لما تلاقي انتقادات لديانج، ديانج مستواه متراجع مع النادي الاهلي، ولكن انه ديانج لسه راجع من اصابه ما كانش بيشارك مع النادي الاهلي، فبالتالي انه مع العوده من الاصابه لازم يبقى اللاعب خايف على نفسه اكتر من اللازم، لانه راجع من اصابه، طبيعي اي اصابه اخرى هتعمل له مشكله في الفتره اللي جايه. كمان انه ديانج فيه كلام كتير على رحيله وعلى بقائه، جاي له عروض كتيره جدا بارقام كبيره، النادي الاهلي رافض حتى الان الموافقه على رحيله، فبالتالي ده كله بيعمل تشتيت، نوع من التشتيت للاعبين. خدنا كمان فتره انه ناس يعني طلعت السما بمجدي قفشه، وفجاه انه ملوش في الكوره يعني احنا طول الوقت ايه اللي حصل له؟ حتى مستواه الفردي كان حلو، وكان دايما في ثنائيه ما بينه وبين محمد شريف، كانوا دايما في حاله من التناغم، كان في تحركات بدون كره كتير جدا بينهم هما الاثنين، وكانوا فاهمين بعض. ايه اللي حصل؟ بص، خلي لما نيجي نتكلم ككوره،
انه طبيعي المستوى لازم بيطلع وبينزل طول الوقت، مفيش حد مستوى ثابت، مفيش لاعب في العالم غير اللي هي اللاعيبه اللي هي يعني السوبر ستار زي ما بيقولوا هي اللي مستواها ثابت كل ماتش، ولكن الباقي اللاعبين هي نفس القماشه بعض الفروقات البسيطه يعني. فبالتالي هو مش هيقدر انه يديك 3 4 سنين ورا بعض بنفس محمد مجدي قفشه، بيجي له فتره مع ضغط، فتره مع ضغط الماتشات مع الارهاق البدني والارهاق الذهني طبيعي ما يبقاش هو اللي موجود. الفتره اللي كان موجود فيها كيروش مدير فني لمنتخب مصر اثرت بشكل كبير جدا في محمد مجدي قفشه ومحمد شريف، كانوا ابرز اثنين في الدوري المصري متالقين مع النادي الاهلي بشكل كبير، فجاه لقوا نفسهم ان هم خارج تشكيل منتخب مصر. فبالتالي ده بيعمل ازمه نفسيه للاعبين، واحنا خدنا حتى من بعدها محمد شريف لحد فتره قريبه كان غايب عن التسجيل الاهداف مع النادي الاهلي، دي ازمه نفسيه مش ازمه فنيه في محمد شريف، لانه هو بالفعل ولد موهوب ومتالق، والفترات اللي فاتت كان هو هداف النادي الاهلي وكان هداف المنتخب. فبالتالي لما يصحى من النوم يلاقي نفسه خارج حسابات الكيروش، خارج التشكيل الاساسي لمنتخب مصر، حتى لا يستدعى الى المعسكرات المنتخب، طبيعي بيمر بازمه نفسيه. غاب محمد شريف، رجع تدريجيا وسجل بعض الاهداف. قفشه حتى الان ما قدرش يجيب المستوى بتاعه، ولكن ماتش امبارح الجونين محمد مجدي قفشه ضربه ركنيه هو اللي صانع، الهدف الثاني بتاع حسام حسن اسيست محمد مجدي قفشه. فبالتالي انت خدت برضو من قفشه اللي انت محتاجه، يعني الجونين اللي انت جبتهم صناعه محمد مجدي قفشه، اعتقد ان هو مش هو محمد مجدي قفشه يعني بتاع زمان، ولكن لسه لحد الان هو برضو الورقه الرابحه في النادي الاهلي. محمد شريف ايضا هو الورقه الرابحه في النادي الاهلي، بيسجل في كل الماتشات، فلازم الناس طول الوقت والجمهور خصوصا يعني انه لازم يعرف ان كل اللعيبه بيجي لها فترات بيبقى مستواها عالي جدا، وفي فترات مستواها ينزل شويه مع ضغط المواقف، ينزل شويه لكنه ما يوصلش الموضوع مثلا لارتكاب اخطاء زي ما شفنا الشناوي. لا محمد الشناوي يعني مش عايز اقول بقى في حته ثانيه وحته ثالثه، بس احنا القصه انه طول الوقت يعني لما بنجامل بشكل يعني فج. فبالتالي انه ما اقدرش انا اقعد 3 4 5 سنين اقول محمد الشناوي حارس مصر الاول ومصر ما فيهاش حراس مرمى وبتاع، فبالتالي انه حتى الطبيعه الشخص نفسه هيجي له نوع من الغرور، خلاص انا حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول ومحدش بيشاركني في حاجه ومحدش، انا كده كده هلعب. يعني محمد الشناوي ارتكب خطا واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي بيلعب كل الماتشات، وحارس مرمى منتخب مصر بيلعب كل الماتشات، يعني بعيدا انه لما يبقى مصاب لا يشارك، ولكن طالما محمد الشناوي سليم هو اللي بيشارك مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، ما عندكش حافز انه يبقى لا في حد ان هو بيخوفه على مكانه. حتى لما بيحصل مع منتخب مصر لما بيشارك محمد ابو جبل في فترات اصابه محمد الشناوي، يعني لو محمد الشناوي سليم ابو جبل لو يشارك مع منتخب مصر. النادي الاهلي نفس القصه، ما شفناش علي لطفي خد فرصه في النادي الاهلي، ما شفناش مصطفى شوبير خد فرصه في النادي الاهلي غير في عدم وجود الشناوي او اصابه الشناوي، رغم انه مصطفى شوبير في الماتشين اللي لعبهم ادى مستوى كويس والناس كلها اشادت بيه. دي المشكله، انك انت ما عندكش الاحتياطي المناسب للاعب ده، ان هو بتخوفه على 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 مركزه. لو النادي الاهلي عنده حارس مرمى قوي اعتقد ان مصطفى شوبير ظهر بمستوى كويس، لو يديله فرص اكتر من ده، لو يريح، ايه المشكله لما الشناوي يريح ماتش او اتنين ويشارك مصطفى شوبير؟ هو هيستعيد حساباته انه لا ما ينفعش انا محمد الشناوي ابقى موجود على الدكه لحارس شاب او حتى حارس كبير، انا في الاخر انا برضو حارس مصر الاول، هيقدر يرجع تاني ويستعيد مستواه. الحاجه الثانيه المهمه جدا برضو احنا مش بناخد بالنا منها، انه كل لاعب طبيعي عنده ظروف، يعني احيانا ظروف اسريه، ظروف نفسيه، بني ادم زي اي حد بالظبط، اي حد، ما هو لاعب الكوره برضو ما هو طبيعي انسان عنده بعض الظروف دي. ده بيتحل انك انت يعني في فرق كتير بتجيب انه الطبيب النفسي او المعد النفسي انه بيقدر طول الوقت يعرف اللاعب عنده ايه، دي نقطه مهمه جدا بالظبط. على فكره مش إيه؟ حتى لو عنده مشكله يا محمد زي ما انت كنت تتكلم، يعني كمان اللاعب لازم يبقى فاهم كويس قوي انه شهاده الجمهور بيه معتمده ومرتبطه ارتباط وثيق بادائه بالزبط، مش بشخصه. فلو ادائه تدهور في اي وقت من الاوقات، انت عارف كمان جمهور الكوره يعني جمهور قاسي جدا، يعني زي ما انت قلت يا اما بيرفع قوي هو لان الجمهور يهمه في المقام الاول والاخير، هو يهمه فرقته ويهمه بالزبط النتيجه ويهمه المكسب، لانه انت يعني حتى الانتقادات اللي انا ليه بقول انه هو لا اما بيطلعك السماء لا اما بينزلك الارض. خدنا فتره بعد الجون بتاع مجدي قفشه في نهائي افريقيا انه كان رقم واحد على الساعه هو محمد مجدي قفشه، لو اي حد جه انتقد محمد مجدي قفشه بتلاقي يعني دفاع رهيب عن محمد مجدي قفشه. حاليا الكل يهاجم محمد مجدي قفشه، فبالتالي انت حتى ما عندكش انه حاجه وسطيه، انه ممكن يكون اللاعب يعني مضغوط نفسيا مثلا فمش قادر يؤدي بنسبه 100%، مضغوط بدنيا لانه انت الاهلي بيلعب كل مشاعرنا بالظبط، بيلعب كل ثلاث ماتشات بتلعب ماتش، فبالتالي ارهاق. يعني الاهلي لعب امبارح ماتش الكاس، عنده ماتش يوم الاربعاء في اسكندريه مع سموحه في الدوري، هيرجع يلعب بتروجيت في نصف النهائي، وبالتالي انه تتكلم في كل 48 ساعه كل 72 ساعه ماتش، فده ارهاق
رهيب جدا على اللاعبين، خصوصا انه ما خدوش فترات راحه كافيه للقصص دي. بلس كمان انه فتره موسيماني اللعبه كانت بتاخد فترات راحه بال 10 ايام و12 يوم و13 يوم، فده عامل مشكله حتى في انك انت مع تغيير جهاز او مع جهاز جديد انه يبدا يعيد حساباته مع محلل اداء جديد مع مخطط احمال جديد، كل واحد بيبقى ليه فكره وطريقته. فبالتالي انه محمد الشناوي عنده مشكله في عدم التركيز، قد يكون عنده ازمات ازمه نفسيه، قد يكون عنده مشكله عنده في البيت مش عارف يعني يوصل لها الحل، ده اللي هو اللي مأثر بشكل كبير جدا على مستوى محمد الشناوي. لذا انه النادي الاهلي لازم يبقى فاطن لده، الجهاز الفني يبقى عنده رؤيه اكتر من ده، انه ريح شويه يعني ما فيش مشكله لما انت تريح، خصوصا انت عندك بديل، عندك مصطفى شوبير ظهر بمستوى كويس، اديله ماتشات هتكسب، اولا هترجع حارسك الاساسي، ثانيا هتبقى عندك حارس ثاني بينافسوا بعض وتكسب الفترات اللي جايه. وكمان يعني اعتقد هضم صوتي لصوتك، محتاجين يكون في اخصائي نفسي موجود بشكل دائم، يعني يكون واحد من اعضاء الفريق. طب خلينا احنا اتكلمنا على النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، خلينا نروح لبيراميدز. بيراميدز اداؤه كان متماسك بشكل كبير وكان منافس قوي، يعني على سبيل المثال مثلا عبد الله السعيد، احمد فتحي، حسين السيد اللي خرج مصاب، ليه المهاجمين ما قدروش ان هم يتمسكوا بالفرص ويترجموها لعدد اهداف اكبر؟ بس بيراميدز فرقه يعني لو جينا يعني قارنا بين تيم الاهلي امبارح وتيم بيراميدز، تيم بيراميدز اقوى بكتير جدا من الاهلي، هو مكتمل بعض الشيء، ما عندوش غيابات غير فخري لاكاي الجنوب افريقي، ولكن تم استبعاده من القائمه انه يعني عاد الى القاهره متاخرا، فبالتالي ما عندوش غياب. عنده برضه محمد حمدي الباك ليفت كان مؤثر بشكل كبير مع بيراميدز، خروج كمان حسين السيد المبكر واللاعب احمد سامي مدافع في الاخر لا يجيد اللعب كباك ليفت يعني اثر على اداء بيراميدز، ولكن القوام بتاع بيراميدز متكامل. ولكن بيراميدز عندهم مشكله طول الوقت في انهاء الهجمه، يعني هو ما بيهدفش كتير، عايز يخش بالكوره جوه الجون، وده صعب يحصل في الكوره كتير جدا يعني. يعني مانشستر سيتي بيعمل ده، ولكن فارق الامكانيات رهيب جدا حتى من اللعيبه انه يقدر يعمل، يقدر يخش بالكوره جوه الجون ويجيب الجون. ولكن بيراميدز عنده مشكله في التهديفيه، حتى انه بيراميدز اخر 3 4 5 ماتشات يعني باستثناء ماتش الايسترن كومباني اللي سجل فيه رمضان واسلام عيسى اللي كان بيسجل الاهداف، لا اما علي جبر المدافع او اسامه جلال المدافع، فبالتالي ان هو بيعتمد على المدافعين هم اللي بيسجلوا الاهداف. عنده مشكله في القوه الهجوميه، فخر الدين بن يوسف اعتقد من ساعه بدايه السيزون حتى الان جاب جون واحد، المهاجم بتاعه فخر الاقاي المهاجم الثاني جاب جون او اثنين، عنده مشكله هجوميه بشكل كبير جدا، ما بيقدرش ينهي الهجمات، وده اللي اتكلم فيه تكيس جونياس امبارح في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، قال ان احنا عندنا مشكله في تسجيل الاهداف، هو اللي عمل لنا مشكله. ولكن كاستحواذ على الماتش، لا مستحوذ على الماتش بشكل كبير جدا، بتتكلم في نسبه 70% بيراميدز 30% النادي الاهلي. بيراميدز ينقصه الحاجه الوحيده هو الدافع على تسجيل الاهداف، وينقصه كمان انه تحس انه كل اللي موجودين في الملعب معلمين، احمد فتحي معلم، عبد الله السعيد معلم، رمضان معلم، محتاج حد يربط كل القصص دي ببعضها، محتاج ان هو يضخ اكتر من نوعيه الشباب اللي موجودين عنده، محمود صابر لعيب كويس جدا، شاب ابراهيم عادل ولكن كان مصاب ما شاركش امبارح، مستقبل مصر الفتره اللي جايه، ويعالج المشكله الهجوميه، هتلاقي بيراميدز بينافس الاهلي والزمالك على قمه الدوري يعني. طيب احنا بقى لنا فتره كده بنشوف ناشئين في كل الانديه وبيأدوا أداء مميز الحقيقة وأداء مختلف، وفي دعم كبير جدا من جماهير الكورة زي ما بنقول ليهم، يعني أول ما بنشوف على سبيل المثال امبارح زياد طارق أول ما نزل احنا شفنا الناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا كتير، فأنت شايف أهمية دعم الناشئين في هذه المرحلة وزي ممكن نعتمد عليهم كمان في المستقبل؟ بص يعني احنا بنطالب وننادي يعني من فترات طويلة بموضوع انه الاعتماد على الناشئين طول الوقت. شفنا انبي بيطلع طول الوقت ناشئين وبيتألقوا مع الفريق الاول وبينتقلوا الى انديه سواء محليه او بيحترفوا يعني. الاهلي والزمالك كان عندهم مشكله في الحته دي ان هم ما بيصبروش، يعني الزمالك السيزون اللي فات كان برضو اشدنا بتجربه الشباب وحسام اشرف واسامه فيصل وغيره وغيره وغيره، السنه دي مفيش ولا واحد منهم موجود، حسام اشرف ما عرفناش هو راح اختفى فين، اسامه فيصل طلع عار للبنك الاهلي. النادي الاهلي نفس القصه، احنا شفنا في كاس الرابطه الثلاث اربع لاعبين، شفنا محمد اشرف وشفنا زياد طارق وشفنا كوكا وشفنا اكتر من لاعب، ولكن مع توالي الماتشات اختفى الناشئين مع النادي الاهلي، ظهروا الماتشات اللي فاتوا مع وجود الاصابات الكتيره ووجود الغيابات، فبالتالي بدا يظهروا. في دعم كبير جدا يعني من ماتش امبارح لحد النهارده، دعم كبير جدا لزياد طارق وكوكا مع النادي الاهلي، نتمنى ان هم يستمروا في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. الناحيه الثانيه مع نادي الزمالك شفنا تالق لسيف فاروق جعفر، وشفنا يوسف اسامه نبيه، وشفنا اكتر من لاعب. اللي مطلوب مش ان هو يشارك في وقت الغيابات، لانه ده
مش كل يوم او كل ماتش النادي الاهلي هيبقى عنده غيابات كتيره جدا، او نادي الزمالك عنده غيابات كتيره نعتمد جدا. عليك اساسا، ولكن اعتمد عليه اساسا طالما ان هو بيدي معاك في الملعب كويس جدا. يعني شفنا كوكا امبارح كان هو شاب ولكن كان مؤدي بشكل بلعب 90 دقيقه، وكان بيؤدي بشكل كبير جدا، وكل الناس اشادت بيه في نص الملعب. زياد طارق اول ما نزل عمل شغله كويس جدا، الماتش اللي قبله صانع الاسيست الجون فوز النادي الاهلي، فبالتالي بيؤدي بشكل كويس. الناحيه الثانيه في الزمالك يوسف اسامه نبيل اللي الماتشين على التوالي بيصنع اهداف في لنادي الزمالك، سيف فاروق جعفر الناس بتتكلم عنه بشكل كويس وعمل اداء كويس. فانت كمل على ده، لو انت كملت على الاقل هتطلع بكل سيزون باتنين من الاهلي واتنين من الزمالك ناشئين، وتقدر تكمل على كده. ولكن احنا عندنا المشكله اول ما نتزنق بنجيب حد من الناشئين، اول ما القوام الاساسي يبقى موجود خلاص بنركنه على الدكه يعني. ولازم نديله فرصه كمان يكون عنده خبره، يعني كل ما زود خبرته برده بتفرق اكيد. بالظبط، ما هي خبرته هتيجي من المشاركه طبعا، يعني مش اكيد خبره بالزبط. هتيجي وهو قاعد على الدكه او بره القائمه، ولكن طالما هو موجود في المعسكرات بيشارك بشكل اساسي، سواء موجود في التدريبات او في المباريات بشكل اساسي، حتى لو انت مش هتقدر تديله 90 دقيقه اديله بعض صحيح. الفترات في ماتش في الثاني في الثالث، هتلاقي يعني عندك لعيبه كتيره جدا. يعني اولا هنستفاد ان احنا نقدر نلاقي 30 40 50 محمد صلاح بره، خلاص سيب اللعيبه تطلع ويكون عندك كمان تنوع قليله جدا، لانه افريقيا كلها بتطلع ارقام كبيره جدا من اللعيبه، اعداد كبيره جدا، لانه بيوافق انه اللعيبه دي تطلع تحترف بفلوس قليله جدا. ولكن انت هنا كاهلي او زمالك اول ما يجي لك عرض انا عايز 5 مليون دولار عايز 10 مليون دولار، ما فيش حد هيدفع الارقام دي في لاعب لسه شاب 18 سنه او 20 سنه يعني. صحيح، وده خلينا نقول ان احنا محتاجين ننوع عشان نعتمد عليهم بعد كده في المنتخب. بنشكرك شكرا جزيلا محمد مهدي الناقد الرياضي. العفو.